تحياتي لكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من الاتجاه شمالا. بدات العديد من دول اوروبا في تخفيف القيود المرتبطه بفيروس كورونا في محاوله لمجابهه الترنح اللي بيشهده الاقتصاد العالمي والاقتصاد الاوروبي، لكن بريطانيا كان لها وضع خاص بعد تعافي رئيس الوزراء بوريس جونسون. أقر التمسك والالتزام بالاستمرار في القيود، قيود الإغلاق، خوفا من موجة أخرى قد تكون أعنف في قوة الفيروس. لكن بريطانيا على وجه الخصوص لها يعني لها وضع خاص كونها منفصلة جزئيا من الاتحاد الأوروبي، وكون اقتصادها يعتبر في مرحلة غاية في الخطورة أو غاية في الحساسية بالمقارنة بدول أو بقية دول الاتحاد. سنتعرف تفصيليا على وضع بريطانيا اقتصاديا وأيضا المخاسر أو الخسائر التي تلقاها الاتحاد الأوروبي جراء انتشار الفيروس، ولكن بعد متابعة هذا التقرير نعود إليكم بعده. خطوات متفاوتة وحذرة بدأت في اتخاذها القارة العجوز للخروج من قيود العزل الصحية التي تم تطبيقها على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجدة. العديد من الدول اتجهت إلى تخفيف القيود والبدء في عودة الحياة لطبيعتها جزئياً ما عدا بريطانيا التي استبعدت تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعية وحددت النظر في مسألة الإغلاق يوم 7 مايو المقبل. ودعا رئيس وزرائها بوريس جونسون مجدداً مواطني إلى التحلي بالصبر والالتزام بالعزلة. جونسون أكد أنه يعمل على مناقشة القيود الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها بريطانيا والتي تسببت في أزمة اقتصادية قوية جراء انتشار الفيروس، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالمفاوضات مع الاتحاد الأوروبي للخروج من التكتل وكيفية إدارة الفترة الانتقالية. تزامناً اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على إقامة صندوق طوارئ حجمه 1 تريليون يورو من أجل المساعدة في جهود التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا المستجدة. وفي فرنسا أقر البرلمان خطة الحكومة للخروج من العزل الصحي المفروض في البلاد في محاولة للعودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية وإنعاش الاقتصاد المنهك دون التسبب في ظهور الوباء مرة أخرى. رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فيليب أعلن عن الاستراتيجية الوطنية لخطة رفع العزلة والتي ستبدأ في 11 مايو بمختلف المناطق والمقاطعات كل حسب درجة تأثر كل منها بالفيروس. في ألمانيا والنمسا أعيد فتح قسم كبير من الشركات شرط التقيد بقواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات، كما أعلنت الحكومة النمساوية أنه أصبح بإمكان مواطنيها التنقل من جديد بدون قيود اعتبارا من الأول من مايو، على أن يتمكنوا بعد 2 أسبوع من ارتياد المطاعم التي فرض عليها التزام إجراءات صحية صارمة. أما إسبانيا فقد أعلنت عزمها التخلص من قيود كورونا تدريجياً والعودة للحياة الطبيعية في يونيو، كما سمح للأطفال الخروج من بيوتهم بعد 6 أسابيع من الحجر واللعب في الخارج، لكن وسط قيود تفرض عدم التقارب. نرحب اليوم في استوديو الاتجاه شمالاً بالدكتور علي مسعود عميد كلية سياسة واقتصاد جامعة بني سويف. تحياتي لك يا دكتور، وأهلاً بك معنا اليوم في هذه الحلقة. ودعنا أولاً نقترب أكثر من الاقتصاد البريطاني قبل انتشار فيروس كورونا وضربه للاقتصاد على هذا النحو. طيب، هو يمكن الاقتصاد البريطاني من الاقتصاديات اللي تأثرت بشدة بفيروس كورونا، عشان كانت إجراءات العزل كانت إجراءات شديدة جدا، وما منيا البريطانيين من خسائر بشرية تعدت الحوالي 21,600 نسمة، ودي خسارة كبيرة جدا، ومصابين تعدوا حوالي 150 في الفيروس. ده ترتب عليه اتخاذ إجراءات شديدة جدا وصارمة من قبل الحكومة، نقدر نقول أثرت على كل القطاع الاقتصادي. لكن قبلها يا دكتور كان الواقع الاقتصادي كان ايه؟ هنقول قبل وبعد. قبل كورونا على طول كان متوقع ان معدل النمو الاقتصادي
لليوكي او اليونايتد كينجدم بريطانيا، يعني انه تصل لحوالي 1.4 معدل نمو اقتصادي، معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي. اللي حصل نتيجة لأزمة كورونا من حصل انخفاض شديد جدا في الربع ده من السنة للناتج الإجمالي. احنا بنتكلم على حجم الإنتاج قل في أوروبا في بريطانيا خلال الفترة دي، خلال الربع ده من السنة بنسبة 35%. وبالتالي من المتوقع حتى مع تحسن الوضع الاقتصادي في النص الثاني من السنة انه هيبقى في انكماش في الاقتصاد البريطاني، يعني معدل نمو سالب بحوالي 6.75% على افضل تقدير، وهو تقدير البنك الدولي. ولكن في بعض الخبراء الاقتصاديين قدروا انه الاقتصاد البريطاني في حاله عدم السيطره على فيروس كورونا ممكن يتراجع لمسافه بينكمش من 12 ل 15%، وده انكمش كبير جدا. طيب الاقتصاد البريطاني في الفتره قبل كورونا كان بيمر بمرحله تحول كبيره جدا، على اساس انه بدا يخرج او خرج فعلا من الاتحاد الاوروبي، وبالتالي بدأوا في دورات من المفاوضات على أساس أنه يتم في اتفاقية خروج واتفاقية تجارة وآلية التعامل التجاري والتبادل التجاري بين بريطانيا وبين الاتحاد الأوروبي بعد الخروج. طبعا دلوقتي كله ده انهولت. نقول حجم الخسائر بس عشان السادة المشاهدين يعرفوا أنه خلال الفترة دي 2 مليون بريطاني فقدوا وظائفهم. 2 مليون بريطاني فقدوا وهم متوقع يفقدوا وظائفهم، وده رفع معدل البطالة في بريطانيا إلى مستوى مش مسبوق خلال الثلاثين سنة اللي فاتت، اللي هو 10%. 10% معدل بطالة في بريطانيا. دي أرقام مخيفة. لك أن تتخيلي على سبيل المثال حضرتك أنه صناعة السيارات اللي هي بتستوعب من 12 ل 15% من حجم العمالة في بريطانيا كلها قافلة، جميع مصانع السيارات قافلة. الشركات الصغيرة مش قادرة تستوعب. لو شفنا القطاعات اللي تأثرت في يمكن الناس متخيلة انه اكتر قطاع تأثر في بريطانيا هو قطاع السفر والطيران، هي سوى تأثر، لكن لو احنا بصينا على قطاع الصناعة تأثر بنسبة كبيرة جدا. يعني لو قلنا مثلا إجمالي التأثر كان 100%، منهم 10% و4 10.4% ده في قطاع الصناعة. قطاع التجزئة تأثر بنسبة حوالي 10%، يعني 10% من حجم التأثر في الاقتصاد كله كان في النصيب قطاع التجزئة. الريال استيت وقطاع العقارات تأثر وده الأعلى 14%. بمعنى إيه؟ عندي ثلاث قطاعات بس بيشكلوا الانخفاض بصورة كبيرة جدا، بيشكلوا 35% من حجم الانخفاض المتوقع خلال النص الأول من السنة 2020. فالوضع الاقتصادي مش مريح، لا الوضع الاقتصادي نقدر نقول مرعب بالنسبة للبريطانيا. طيب وبالنسبة للعالم ككل، على بريطانيا تحديدا، وكمان التوقعات بالمزيد من الانكماش داخل الاقتصاد والهزة اللي حصلت في أغلب القطاعات زي ما حضرتك تفضلت مشكورا وشرحت، لماذا من وجهة نظرك رفض بوريس جونسون كل نصائح بأن هم يقوموا بفتح تدريجي للمصانع أو لهذه القطاعات لتعويض جزء من الخسائر؟ طيب خلينا بس نقول في قضية لأنها تتعرض على مستوى العالم كله بس مش في بريطانيا ولا في أمريكا، لأنها وردت في البداية في أمريكا ثم في فرنسا ثم وهتتعرض في مصر وفي كل الدول، اللي هي أولا فيما يتعلق بالفتح أو فتح الأنشطة الاقتصادية أو تخفيف القيود. رقم واحد، في بعض الناس للأسف واخدة الفكرة أنها مبادلة بين وظيفة وبين حياة، بين حياة الإنسان قصاد وظيفة، أن أنا أضحي بمجموعة بشر عشان أحصل على مجموعة وظائف. ده مش وارد على الإطلاق في كل الدول. عمر ما في حكومة ولا قيادة سياسية بتحط وظيفة مقابل حياة. الحياة حياة
قدسيه لها قدسيه ما ينفعش نتكلم فيها بالظبط. لكن هو قصه ان احنا نفتح دلوقتي ولا ما نفتحش ده ناجمه عن حاجه مهمه جدا ان لحد اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي التعامل مع الفيروس مش واضح هل هو هيستمر ولا مش هيستمر. كل يوم بنكتسب معلومات جديدة عن الفيروس بتلغي لنا الحاجات اللي احنا كنا بنتعامل معاه على أساسها خلال الفترة اللي فاتت. فهنا جات مدرستين أو استراتيجيتين للتعامل مش هتلاقي فيهم ثالث، هو استراتيجيتين وسيتم التعامل معهم يعني على خلال مع كل الدول. الاستراتيجية الأولى منطلقة من مبدأ الخوف، وده استراتيجية بريطانيا منطلقة من خوف حاجة ان انا دلوقتي بدأت نوعا ما الامور تبقى تحت السيطرة والاعداد تقل، فالخوف ما اني ان انا ابدأ ريليف الريستريكشنز فتحصل انتكاسة وتيجي موجة تانية اصعب أعلى. وبالتالي الاضرار الاقتصادية هتبقى كبيرة جدا. فوفقا للنظرية دي بيقولوا ايه؟ بيقولوا باختصار شديد لا احنا خلينا نتحمل ضربة اقتصادية كبيرة بس في فترة بسيطة احسن ما نغامر ونخاطر بضربة اقتصادية قد تكون اقل بس الفترة اطول. فهي مسألة سموزنج اوت، يعني كده كده مضروبين اقتصاديين وكده مضروبين اقتصاديين. هي الفرق بين ان انا هل هاخد الصدمة مرة واحدة وبشدة ولا هبدأ اعمل لها سموزنج اوت بعمل الصدمة على فترات ابعد. دي لها مزايا ودي لها مزايا ودي لها عيوب ولها عيوب. احنا في داتا دلوقتي لسه بيتكلموا فيها، انا مش هتناول الجانب الطبي لان انا مش طبيب، لكن في بعض التقارير اللي طالعه والدراسات بتقول انه 70% من العدوى ممكن تجنبها بجاست التباعد الاجتماعي، يعني ممكن نمارس الانشطه الاقتصاديه جاست ان احنا نحافظ على الاجراءات الاحترازيه اثناء ممارسه الانشطه الاقتصاديه بتاعتنا. هنلاقي انه 70% من حالات العدوى دي خلاص ما فيهاش مشكله، ونبدا بقى نتعامل مع 30% في اطار الصحي اللي موجود لدينا. النظريه الثانيه بتقول لك لا، يعني انا بالنسبه لنا اللي هي فرنسا بقى وبرضو الولايات المتحدة نفس الحكاية، ومتوقع في الدول العربية هيحصل نفس الحكاية. قالك لا احنا كمان ما همش كل ما بنجمد الاقتصاد وكل ما بنجمد الاقتصاد ومصادر النمو الاقتصادي الدولة مش هتقدر تستوعب. الدولة دلوقتي الدول بتدفع، يعني على سبيل المثال بريطانيا العجز في السنة دي نتيجة لكورونا وهيوصل ل 273 مليار جنيه استرليني. من ضمن الحاجات اللي عملوها على سبيل المثال بسبب كورونا ان الحكومة البريطانية هتدفع 80% من اجور جميع الموظفين اللي هم قعدوا في البيوت والعمالة اللي قعدت في البيوت الى 2500 جنيه استرليني. ده بيدي اعباء كبيرة جدا للدولة، وذلك هنلاقي انه الديون عبء الدين على بريطانيا بدأ يزيد، بدأت تقترض بريطانيا دلوقتي عشان عشان تمول العجز اللي عندها. ده معنى ايه باختصار شديد؟ اقول لحضرتك ان النموذج الثاني بيقول لا احنا هنبدا نفتح الانشطه الاقتصاديه، بس خلي بال حضرتك برضه الساده المشاهدين يعرفوا مش معنى كده ان الدول هتفتح الانشطه الاقتصاديه يلا نفتح في كل حاجه، لا هيتم اعطاء اولويات معينه ليهم. على سبيل المثال لو انا بقول قطاع الصناعه، قطاع الصناعه مصنع كبير ممكن في مصانع كثيفه راس المال ما هيش كثيفه العماله، فالتباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازيه ممكن انها تتحط في الاعتبار والعمليه تبقى اندر كنترول ما فيش مشكله. تمام، لكن هيدني انا صعب جدا في الفتره دي اقول افتح قطاع السياحه لسبب لانه هنتكلم على انه في سياح وفي اجانب ممكن هيدخلوا ويخرجوا وهيبقى في قصة إجراءات التباعد الاجتماعي مش ورد، على الرغم أنه أكثر القطاعات على مستوى العالم تضررا هي قطاع السياحة، فإزاي هيقدروا نتعامل مع قطاع السياحة وقطاع الطيران؟ دي محتاجة برضو ما نتسرعش فيها. لكن يا دكتور حركة التجارة أيضا متوقفة طبعا بسبب توقف لحد كبير الطيران طبعاً. فكيف يمكن لقطاع زي قطاع الطيران أو لحركة التجارة أن تعاود العمل ولو بشكل جزئي، خاصة كمان أنه أغلب الصناعات في العالم أصبحت معتمدة، يعني أصبحت صناعات تكميلية معتمدة على
سلاسل الصناعة في دول العالم. تمام، عملية نقل التجارة سواء كانت تجارة النقل البحري أو النقل البري أو النقل الجوي ما فيهاش، مش هتبقى فيها مشكلة كبيرة جدا، مش هتبقى فيها مشكلة كبيرة لسبب بسيط جدا، إن حضرتك لو احنا متخيل طيارة محملة مواد زي ما حضرتك بتكلمي كسلع تجارية أو سلع تكميلية، هو كم واحد اللي هيتعامل مع، مش عدد كبير، مش مجموعة مسافرين 300 400 واحد، ده هو عدد محدود من البشر ممكن تطبيق الإجراءات الاحترازية عليهم كبير. فبالتالي عملية التجارة لا، أنا مش شايف إنها فيها مشكلة إن التجارة بين الدول وبعضها وبعضها ترجع، ولكن خلي بال حضرتك التجارة بتحصل ليه أساسا؟ تحصل إنه عندي في دولة بتنتج، ففي فائض في الانتاج في منتج معين هتبدا تصدره. احنا مشكلتنا دلوقتي انه الدول المتقدمه بالتحديد ودول اوروبيه ما بتنتجش، فما عندوش فائض اساسا يبدا يتكلم في تصديره. فعشان يبدا يصدر وحركه التجاره ترجع لطبيعتها، محتاج ان انا الاول ابدا اشغل المصانع بتاعتي. غير كده في هيبقى خلال الفتره الاولى من بدايه ان انا ابدا اخفض اجراءات الاحترازيه، هنلاقي خلي بال حضرتك في نقطه مهمه جدا، خلال الفتره الاولى هيبقى الكلام ده مرصود جدا من المواطنين، مرصود جدا من المستهلكين، مرصود جدا من المنتجين. اي هزه بسيطه في المؤشرات الصحية ممكن تؤدي برضو إلى انتكاسة كبيرة في الإنتاج، يعني برضو العملية إدارتها مش سهلة سواء على القيادات السياسية أو على الحكومة. فاللي أنا شايفه أنه بريطانيا خدت البديل اللي هو نوعا ما يرفع المسؤولية السياسية والأدبية عنها قدام الشعب بتاعها. أنا بص أنا خلاص أنا محافظ على حياتك وحياتك المهمة. الدول اللي هتاخد البديل الثاني هي دول أكثر شجاعة والقيادات فيها أكثر شجاعة لتحمل المسؤولية، وهي القيادة مسؤولية. بس إزاي إن أنا إدارة الأزمة وإزاي أحط الأولويات للأنشطة أعمل توازن كمان ما بين الغلق وما بين الحالة بالزبط. الصحية أو الأعداد الإصابة. طيب أنا هروح مباشرة للندن، بينضم إلينا من هناك الدكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي. حياتي لك دكتور أحمد. بريطانيا منذ البريكزيت في نهاية يناير الماضي ما حصلش أنها التقت أو التقى البريطانيون أو المسؤولون في بريطانيا مع وزرائهم من الاتحاد الأوروبي علشان يخلصوا موضوع البريكزيت، لكن في الأسبوع الماضي كان هناك لقاء جرى طبعا عبر الفيديو كونفرنس. ما هو المنتظر لعملية التفاوض وسط ضغوط اقتصادية مفروضة على دول أوروبا ودول العالم جراء انتشار فيروس كورونا؟ نعم، الوضع يعني تغير كثيرا انطلاقا من التبعات الاقتصادية الخطيرة التي بات يفرضها انتشار وباء كورونا سواء على الطرفين البريطاني والأوروبي، إذ أن الأولوية حاليا هي التعامل مع هذا الوباء والعمل على تقليص تبعاته الاقتصادية قدر الإمكان. ولكن في نفس الوقت كان هناك يعني بعض المحاولات لاستمرارية التفاوض بخصوص البريكزيت وانفصال بريطانيا كليا عن الاتحاد الأوروبي مع نهاية الفترة التي حددتها الحكومة نهاية هذا العام. كذلك أيضا كان هناك يعني محاولات من قبل الحكومة البريطانية وكذلك أيضا من الطرف الأوروبي لاستخدام العضوية البريطانية التي ما زالت مستمرة حتى نهاية هذا العام، سواء من ناحية استفادة بريطانيا من صندوق الأمان المالي المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وكذلك أيضا كان هناك محاولة للاستفادة من الإمدادات الطبية من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن يعني لم تلقى مثل هذه المحاولة النجاحات المتوقعة انطلاقا من حال التخبط التي يعيشها الاتحاد الأوروبي بخصوص الإمدادات الطبية. وبات من الواضح جدا أن فيروس كورونا يعكس من خلال تبعاته الاقتصادية الخطيرة وعدم قدرة الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى صيغة تفاهمية مشتركة
تكون يعني تمثل الاتحاد الأوروبي كتكتل اقتصادي متكامل. هذا الوباء واقعيا أظهر النواقص الخطيرة التي يعكسها المشروع الاقتصادي الأوروبي ككل. لذلك بات من الواضح بالنسبة للبريطانيين أكثر من أي وقت مضى بأن عليهم الخروج من هذا التكتل الذي لم يستكمل بعد في شقه الاقتصادي. وهناك توقعات من قبل كبار الاقتصاديين بأن هذا المشروع الاقتصادي الأوروبي سوف لن يستكمل في المستقبل نهائيا، انطلاقا من حال الخلافات والاختلافات الاقتصادية الكبيرة في مقومات الاقتصادات الأوروبية، خاصة ضمن منطقة اليورو. فاقتصاديا يعني يعتبر من التوجه الكارثي عندما نرى بأن عملة أوروبية موحدة هي اليورو، يعني تضم تحت مظلتها اقتصادات مختلفة المعالم بشكل كبير جدا، بشكل مرعب. يعني كيف لنا أن نقارن بين مستوى الإنتاجية بالنسبة للعامل الألماني مع مستوى الإنتاجية بالنسبة للعامل الإسباني أو البرتغالي أو اليوناني أو القبرصي؟ ولكن واقعيا اليورو كعملة أوروبية موحدة جمعت هذه الاقتصادات مختلفة المعالم، وهذه النقطة الأساسية المرتبطة بعدم تمكن الاتحاد الأوروبي من إصدار سندات أوروبية مشتركة لمواجهة التبعات الاقتصادية لوباء كورونا تحت مسمى سندات كورونا. كذلك أيضا هناك الكثير من النواقص التي أظهرها واقعيا وباء كورونا، المتمثلة بعدم قدرة الأوروبيين إلى الآن بالرغم من محاولاتهم المستمرة لما يزيد عن 5 سنوات من استكمال اتحادهم البنكي. يعني واقعيا واقتصاديا يمكن القول بأن البنوك الأوروبية تجني من الأرباح في مدينة لندن أكثر بكثير مما يجنوه في مراكزهم أو في دولهم الأساسية. لذلك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أصبح واقعا، وأصبح هناك يعني قناعة متكاملة بالنسبة للبريطانيين بأن عليهم يعني مغادرة هذه السفينة الأوروبية قبل أن تغرق، ومن المؤكد بأنها في طريقها إلى الغرق المؤكد. لأن يعني في عام 2012 عندما واجهت منطقة اليورو ما يعرف بأزمة الديون الأوروبية، كاد المشروع الاقتصادي الأوروبي كله أن ينتهي، ولكن كان هناك محاولة ناجحة من قبل رئيس البنك المركزي الأوروبي حينها ماريو دراغي عندما قال كلماته الثلاث، والملفت للانتباه بأن هذه الكلمات الثلاث قالها في لندن ولم يختار أي مركز مالي أوروبي لكي يحاول أن ينقذ المشروع الاقتصادي الأوروبي. نعم. عندما قال no matter what it takes، هذه الكلمات الثلاث هو من خلالها شحذ همة المستثمرين، ولكن في لندن ليس في لوكسمبورغ ليس في باريس وليس في فرانكفورت، انطلاقا من أهمية لندن المالية بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل. ولكن يعني طيب دكتور أحمد، مع هذه الخسارة، طيب مع هذه الخسارة الأوروبية بشكل عام، ونتحدث عن بريطانيا بشكل خاص لأنه هو ده موضوعنا، توقع خبراء الاقتصاد انه رئيس الوزراء بوريس جونسون سيصدر قرارا بتخفيف القيود المفروضه او اجراءات العزل المفروضه، ولكنه تمسك حتى الان بالاستمرار في تعطيل كافه المؤسسات والمصالح، ولانه ربما يستشرف انه قد تكون هناك هجمه اخرى تاليه للفيروس. كيف يعوض الاقتصاد البريطاني ولو جزئيا خسائره في هذه المرحلة؟ نعم، هذا سؤال وجيه. يعني الحكومة البريطانية في توجهها حاليا، خاصة بعد عودة رئيس الحكومة بوريس جونسون من فترة النقاهة بعد إصابته بفيروس كورونا، من الواضح جدا بأن الحكومة البريطانية تتابع التقارير العلمية الصادرة من كبرى البحوث العلمية هنا في بريطانيا، وإجراءات العزل التي تم فرضها منذ 23 من شهر مارس آذار الماضي أتت نتائجها إلى مستوى يعني محدود، لم تعطي النتائج الكاملة التي كانت متوقعة لها خلال هذه الفترة الزمنية. لذلك هناك مخاوف كبيرة جدا في حال أقدمت الحكومة البريطانية على رفع هذه الإجراءات كليا أو تدريجيا كما في الوضع بالنسبة للدول الأوروبية. هناك مخاوف كبيرة من أن فيروس كورونا قد يعني يهجم بموجة جديدة
ترتفع من خلالها عدد الإصابات وعدد الوفيات، ويكون بذلك الوضع قد ساء كثيرا بالنسبة للاقتصاد البريطاني والتبعات الاقتصادية الخطيرة التي بات يواجهها. لذلك نحن نترقب حاليا موعد السابع من الشهر المقبل، هذا هو الموعد المحدد من قبل الحكومة لإعادة النظر في إجراءات الحظر التي تم فرضها. من الآن إلى ذلك الحين هناك يعني أعداد الإصابات والوفيات يبدو أنها تتراجع بشكل تدريجي، بشكل يعني لا يعكس مستوى الأمال من قبل الحكومة ومن قبل المراكز البحوث العلمية. لذلك الحكومة تأخذ خططها بشكل متأني وبشكل تدريجي لكي لا تعود إلى المربع الأول في تعاملها مع هذا الوباء القاتل. ومثل هذه النظرة يعني هناك حال من التوافق في بريطانيا بالنسبة لأهميتها وحساسيتها. يعني ألمانيا بالرغم من أنها كانت سباقة في مواجهة هذا الوباء من خلال العدد الكبير في الاختبارات الطبية التي أقدمت عليها وهي تتفوق على أي بلد أوروبي في هذا المجال، تحاولت أن ترفع إجراءات الحظر بشكل تدريجي، ولكن يبدو أن عدد الإصابات قد زاد بشكل تدريجي. لذلك هناك مخاوف كبيرة جدا انطلاقا من كون هذه الإجراءات هي الخطوة الوحيدة وليس هناك من أي خطوة أخرى في مواجهة هذا الوباء، طالما أن العلاج واللقاح لم يكتشف بعد. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد ياسين خبير الاقتصاد السياسي، حدثتنا مباشرة من لندن العاصمة البريطانية. أعود لضيفي الكريم دكتور علي مسعود هنا في الاستوديو. دكتور علي، أنا عايز أنتقل مع حضرتك للجزئية الأخرى متعلقة بالاتحاد أو الاقتصاد الكلي للاتحاد الأوروبي، لأنه الأسبوع الماضي قادة الاتحاد الأوروبي قرروا أن هم يعملوا صندوق أو يقروا صندوق مالي لدعم الدول المتضررة طبعا بشكل متفاوت. الصندوق بحسب ما أشير إليه مفترض أنه يعني يحوي تريليون أو مبلغ لا يقل عن تريليون يورو، يعني بنتكلم عن تقريبا 1.1 تريليون دولار. كيف يمكن أن يدار هكذا صندوق مع عدم التوافق أو التباين في الرؤى ما بين قادة الاتحاد الأوروبي على الأقل في هذه المرحلة؟ طيب، هو أقول لحضرتك هو في أسس بتجمع دول الاتحاد الأوروبي في نقدر نقول كوردينيشن أو تنسيق كامل فيما يتعلق بالسياسة المالية والسياسة النقدية، ممكن السياسة النقدية بيديرها اليوروبيان سنترال بانك أو البنك المركزي الأوروبي. فبالتالي وكان في تجربة قبل كده في إنقاذ إيطاليا واليونان في سنة 2014، يعني كان في مهددين بالإفلاس. فتدخل الاتحاد الأوروبي كتكتل للتعامل مع أزمة قد يكون لها تداعيات اقتصادية أو تداعيات مالية أو أزمة مالية ليه خبرة قبل كده. فبالتالي قصة انه هيدير الصندوق هيديره هينجح فيه، هينجح فيه بالتأكيد. ليه؟ لأنه ليه خبرة وخبرات سابقة. المواقف اللي خلينا بس نرجع لورا شوية كده في الحوار بتاعنا، المواقف اللي تم الاختلاف عليها مش هيش المواقف الأساسية أو المبادئ بتاعة الاتحاد الأوروبي، لم يحدث عليها اختلاف لدلوقتي بين الدول الأوروبية. هو اللي حدث نتيجة مجموعة من الإجراءات اللي اتخذتها القيادات السياسية والحكومات في دولة أو دولة أخرى ناجم عن تخبط شديد، وده كان مش في دول الاتحاد الأوروبي بس، كان في كل دول العالم. لكن أنا مثلا هنا يا دكتور أشير إلى نقطة أخرى، ربما برضو الاتحاد الأوروبي بعدد أعضائه الحالي لم يشهد انتشار فيروس بهذا الشكل. صحيح. من 100 عام لما انتشرت الانفلونزا الأسبانية مثلا ما كانش في اتحاد وقتها. بالزبط. يعني فالموضوع مش مماثل لأي ظرف. بالزبط. آخر هنا مثلا الإشارة إلى دولة زي دولة إيطاليا اللي يعني اتهمت دول الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الأوروبي كله إنه ما قدم لهمش أو ما قدمش لإيطاليا
الدعم المنتظر أو المطلوب سواء على صعيد المستلزمات الطبية أو محاولة إنقاذ شعب إيطاليا اللي في مرحلة ما كان الأعداد عنده يعني بالألفات وضربت أعداد كثيرة، يعني اختلفت حتى عن كانت نمرة واحد في دول الاتحاد الأوروبي. ده كان ناجم عن تخبط فعلا وعدم وجود رؤية واضحة للتعامل مع الملف في البداية، لأنه ما ننساش أنه الأزمة جت فجأة، على يعني كانت صدمة بالنسبة لكل دول العالم. ما حدش كان متوقع أن احنا في حياتنا هنعيش نشوف وباء زي كده، ده بيجي مرة واحدة في العمر ما بيتكررش يعني. فما كان الموضوع كل القيادات السياسية وكل الحكومات بالنسبة لها وضع فعلا غير مرغوب فيه على الإطلاق، وفي تخبط شديد جدا. نيجي حتى سياسة بقى، أنهي حاكم أو رئيس يقدر يقدم مساعدات ملموسة بقى، مساعدات كبيرة جدا جدا في الدول الاتحاد الأوروبي لإيطاليا وهو الوضع بالنسبة له ضبابي، كانت لها تكلفة سياسية هتبقى عالية جدا. عشان كده بدأت الدول هتبدأ بتحفظ شديد جدا، إلى أن ألمانيا عرفت الأجندة بتاعتها إيه، عرفت أن وضع المواطنين بتوعه شكله إيه، بدأت تقدم مساعدات ملموسة ومساعدات مهمة للجانب الإيطالي. فده اللي احنا بنقوله، أنه الموضوع ما هوش موضوع طبي بس ولا اقتصادي، موضوع سياسي، لأنه في الآخر الحكومات وقيادات السياسية في دول الاتحاد الأوروبي لا كل واحد يهمه الاتحاد الأوروبي ككل، ولكن يهمه هو مصلحته كرئيس او رئيس وزراء يعاد انتخابه تاني. فما هوش مش هو مش عاوز صدمه انه يتعاطف مع ايطاليا بصوره كبيره جدا جدا وفجاه يحتاج الحاجات اللي هو ودها لايطاليا فينتهي دوره داخليا. دوره داخليا، فهي عمليه كانت عمليه توازن سياسي ناجم عن في لخبطه كبيره جدا وتخبط كبير جدا حصل نظرا لصعوبه الازمه وشده الازمه وسرعه انتشار الفيروس. ولكن أنا أختلف مع أضيف حضرتك أنه الاتحاد الأوروبي في مرحلة أنه هيعد ممكن يفكك وممكن مش هيستمر المشروع بتاعه تماما على الإطلاق. الخطوات اللي تم اتخاذها من قبل الدول الأوروبية لعمل الاتحاد الأوروبي بالصورة دي خطوات لا يمكن الرجوع فيها، خلاص انتهت يعني. البيسكس اتعملت، كأن أنا بنيت عمارة حضرتك وبنيت أعمدة أساسية، فصعب أن أنا ليه، لأن أنا دلوقتي بتحرك على حرية منتجات، حرية تحرك رأس مال، حرية تحرك عمالة، حرية يعني لا في تقارب كبير جدا. بتكلم على يونيفايد، على عملة واحدة في منطقة في منطقة اليورو. فالموضوع وليه عوائد ومنافع كبير جدا على كل دول الاتحاد الأوروبي. ربما يعني يتحدث من منطلق انه كان في فعلا نعرات سياسية تطالب بالانفصال أسوة ببريطانيا، سواء من أسبانيا كمان أو من إيطاليا أو من يعني عدة دول كانت بتطالب بده. حتى اليونان مثلا لما ضربت اقتصاديا وبدأت أن هي تعمل خطة تقشف وفقا لبرنامج الاتحاد الأوروبي، كان فيها برضو من يرون أنه ما نخلص وننفصل من الاتحاد الأوروبي ومن تعقيداته المالية. هو بس أقول لحضرتك هو في تعقيدات جدا على فكرة، يعني لو مثلا أقدر أقول المواطنين ألمانيا وفرنسا دول المواطنين اللي ممكن يقول لك ننفصل ونخلص، ليه؟ لأن هم شايلين العبء المالي للاتحاد الأوروبي ألمانيا بس العكس هو الصحيح، يعني ألمانيا وفرنسا هم اللي يعني المحافظين ربما على بالزبط على مبادئ بالزبط، لأن دي دول كبيرة عارفة مقدار المشروع الأوروبي من الناحية السياسية والاقتصادية، وبالتالي محافظين عليه جدا، بيقدموا دعم للدول الأخرى الأقل في مرحلة التنمية دعم شديد جدا. أي نعم، نيجي حضرتك النقطة اللي اتكلمت عليها فيما يتعلق بالإجراءات المالية والخنقة المالية اللي بيخنقها السبب، أنا ما بعمل حضرتك اتحاد ليه متطلبات، عشان الاتحاد ده ينجح لازم ليه مجموعة من المتطلبات. أول متطلب حرية انتقال العمالة،
حريه انتقال التجاره سواء في السلع او في الخدمات، حريه انتقال رؤوس الاموال، دي حاجه، لكن على مستوى الاقتصاد الكلي لازم انه الدول كلها تحافظ على نسبه معينه في الموازنه العامه، ما يبقاش في عجز كبير في الموازنه العامه، ما يبقاش معدل تضخم مرتفع. ليه؟ لان هنا بنتكلم على تنسيق في السياسه. الكلام ده حضرتك الى نسبه كبيره والى حد كبير نجحت فيه الدول الاوروبيه، عشان كده في مرحله من المراحل طلع اليورو وبقى عندهم عمله اوروبيه موحده. لكن هل هيحصل داخل كل دولة هتلاقي فيه نزاعات بقى انفصاليه؟ ده طبيعي جدا. ده لو احنا 5 أشخاص ورايحين من مكان لمكان هتلاقي واحد يقول لك كلنا اتفقنا ناخد اتوبيس، واحد يقول لك لا انا هاخد تاكسي، فده طبيعي. طيب ايضا يا دكتور، كان في رؤية اتطرحت بزيادة ميزانية الاتحاد الاوروبي بعد طبعا ان انهك اقتصاديا خلال أزمة كورونا، وخاصة أو على رأس الخسائر الاقتصادية كمان الموجودة في القطاع الطبي مثلا. فاتطرح فكرة أنه الميزانية تزيد 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، أو تتحول من حوالي من 1.2% من الناتج المحلي توصل ل 2% من الناتج المحلي، يعني 8 من 10 زيادة. لكن ده طبعا من الناتج المحلي ده بيشكل برضو يعني مبلغ كبير. إلى أي مدى يمكن أن تتحقق هذه الرؤية؟ وما مدى احتياج الاتحاد الأوروبي أنه ميزانيته تزيد بهذا الشكل؟ طيب بكل تأكيد أنه العالم ككل بعد كورونا غير قبل كورونا، ده حقيقة. الاتحاد الأوروبي كذلك أنه زيادة الميزانية بالأرقام اللي حضرتك تفضلتي وذكرتيها والأرقام اللي معلن عنها دي معناها نقلة كبيرة جدا للاتحاد الأوروبي خلال الفترة الجاية، أنه هيبدأ في تدخلات ويبقى يقدر يطلع ريسكيو باكيجز أو حزم إنقاذ أكتر، ودي هتؤدي الى على المدى المتوسط والطويل استقرار اكتر في الجوانب والمؤشرات الماليه والاقتصاديه للاتحاد الاوروبي. نعم، اشكرك شكرا جزيلا في نهايه اللقاء دكتور علي مسعود، عميد كليه السياسه والاقتصاد جامعه بني سويف. شرفتنا يا فندم. اهلا بيك جدا. واتحول الى موضوع اخر متصل، يعني عندما تكون ازمه كورونا سببا في او تضيف نجاحا الى حمله انتخابيه سياسيه، اتحدث بطبيعه الحال عن الولايات المتحده الامريكيه التي من المنتظر ان تشهد هذا العام في نوفمبر القادم انتخابات رئاسيه، وسط مطالبات الان بتاجيل هذه الانتخابات نتيجه لاستمرار انتشار فيروس كورونا، اعداد الإصابات بالألاف وأيضا أعداد الوفيات بالألاف على مستوى الولايات المختلفة. بينضم إلينا مباشرة من نيويورك الأستاذ أحمد محارم الكاتب الصحفي. أستاذ أحمد مساء الخير، تحياتي لك. أولا الحوار الدائر حوالين موضوع تأجيل الانتخابات من عدمه في أي إطار وفي أي مسار يسير؟ بعد التحية طبعا، فيروس كورونا من الواضح انه قد فرض منطقا جديدا على المشهد السياسي الامريكي، وجعل ان الرهان الاكبر هو اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها نوفمبر 2020، لاننا نعرف انه في الحرب العالمية الثانية لم تشهد الولايات المتحدة الامريكية انتخابات رئاسية مثيرة على اكثر من ساعتين مثلما هي في انتخابات نوفمبر القادم. طبعا هناك مراقبون يتحدثون عن ان كورونا تحسم سباق الرئاسه وسيكون استفتاء على معالجه ترامب للازمه. طبعا الداخل الامريكي اجمالا بينظر لانه اداره الرئيس ترامب لم تتعامل مع الازمه بالشكل الايجابي او بالشكل المفترض، وده يمكن اللي خلى وصل عدد الاصابات على مستوى الداخل الامريكي 1,000,000 اصابه ويشكل فرص الاصابات على مستوى العالم. ومدينه زي مدينه نيويورك عدد الوفيات اللي فيها يمكن تتجاوز 24 25 ألف من جمله 60 ألف وفيات في امريكا. طبعا كورونا
كفيروس صدم العالم قد لا يغير موعد الانتخابات لكنه قد يعدل من شكل إجراءها. احنا بنعرف ان في حاجة هنا ممكن يكون التصويت عن طريق البريد، ولكن احد الاشكاليات التي اعترض عليها من اعترض على تصرفات الرئيس ترامب انه في ميزانية معينة هيئة البريد بتتوقعها حتى تقوم بهذا الدور لم يوافق حتى الان عليها الرئيس ترامب، ومن ثم فان هيئة البريد ستواجه مشكلة لو كان الانتخابات هتتم عن طريق البريد. طبعا هناك حالة من الشك ايضا يعززها الداخل الامريكي فإن الانتخابات هتتم بموعدها، لان في بعض الولايات قد اكلت الانتخابات التمهيديه. نلاحظ ان انسحاب بيرني ساندرز لصالح جو بايدن، جو بايدن كمان اللي هو بيمثل الديمقراطيين قد ينظر اليه على انه ليس بالمرشح الافضل، لانه في خلال الفتره اللي فاتت كان ظهوره ضعيف جدا في التلفزيون في مقابل ان الرئيس ترامب بيطلع كل يوم ويتكلم عن مستجدات احداث كورونا. انما اللي حاصل ان حاكم ولايه نيويورك الحقيقه هو اللي خطف الاضواء صحيح في الظهور المتكرر وشرح الموقف على الارض في نيويورك. طبعا ظهوره المتكرر وشرح الارض كسب ارضيه كبيره جدا. هناك من يتحدث في الداخل على ان هناك بعض المؤسسات الكبرى بتدفع او بتشجع لانه هو يكون المرشح الديمقراطي، وده طبعا شيء مستبعد، شيء مش مستبعد. احنا نلاحظ كمان ان بلومبرج يتبرع ب 10 مليون دولار لصالح حاكم ولايه نيويورك كدعم منه للولايه. احدث مركز ابحاث يمكن من خلال يومين اسمه مركز ابحاث بيو عمل استفتاء او استبيان، فطلعت نتيجته ان 67% بالنسبه من الداخل الامريكي قال ان من المحتمل أن تؤجل هذه الانتخابات. 80% منهم ديمقراطيين مقابل 50% فقط منهم جمهوريين. طبعا لا يمكن أبدا للرئيس الأمريكي بموجب القانون أنه يغير موعد الانتخابات المفضل. فالحقيقة الانتخابات هذه المرة ستشهد شيء غير متوقع، ممكن تحصل فيها مفاجآت، لأنه في الحرب العالمية الثانية لن يكفي الداخل الأمريكي حدث مثل هذا الحدث الجلل اللي اثر على الحياه السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه في الداخل الامريكي. بدات المشكله بالصين فتعافت منها الصين، ولكن اكبر بلد كبيره فيها هي الولايات المتحده الامريكيه، والتعامل مع الازمه من الداخل الامريكي خلى المواطن الامريكي شويه عنده نوع من الشك ان ادارته هذه المره اداره غير حكيمه. طبعا الداخل الامريكي بيشهد انخفاض في نسبه المؤيدين للرئيس ترامب، يعني شعبيته فعلا قلت كثيرا من خلال حدث كيفية تعامل إدارته مع فيروس كورونا. نعم، أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد محارم الكاتب الصحفي، حدثتنا مباشرة من نيويورك. الشكر دائما موصول لحضراتكم لمتابعة حلقات الاتجاه الشمال، أما أنا ألتقي بكم الأسبوع القادم في ذات الموعد. إلى اللقاء.